بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم في اللقاء الأخير لنا في محاضرات مجتمع الإمارات. طبعا طوفنا معا في هذا المساق على مر الأسابيع السابقة، تكلمنا عن في الأسابيع الأولى من الأول إلى السادس، تكلمنا عن تعريف المجتمع، تكلمنا عن عوامل تكون المجتمع. كل هذه كانت أمور يعني انتهينا منها وغير مطالبين بها الآن. فكما تعلمون أن خطة المساق تقول أن الأسابيع من الأسبوع الأول حتى الأسبوع السادس حتى الأسبوع السابع في امتحنا فيه في الامتحان أو اختبار الفصل الأول، هو الفصل الأول. ومن الأسابيع من السابع إلى من الثامن إلى الأسابيع السبعة الأخيرة إلى نهاية المساق إلى يومنا هذا، هذا كله إيه داخل. طيب، ما شرحناه في هذه الفترة السابقة، الأشياء التي تطرقنا إليها، تطرقنا إلى عدة موضوع، إلى عدة ملفات: الملف الاقتصادي والملف الاجتماعي. هذان ملفان كبيران، الملف الاقتصادي والملف الايه الاجتماعي. تمام. من الموضوعات التي تناقشنا فيها شكل الاقتصاد قبل النفط وبعد النفط. تمام. من الاشياء التي تكلمنا فيها التنمية الاقتصادية. من الاشياء التي تكلمنا فيها الكثافة الاستثمارية، وتكلمنا عن الانفتاح الاقتصادي، سياسة الانفتاح الاقتصادي. تكلمنا عن التنمية الاقتصادية وعن المشاريع الكبرى المرتبطة بالمجال السياحي مثل مترو دبي وبرج خليفة. من الأشياء التي أيضا تناقشنا فيها، تكلمنا فيها، سنعيد الآن بالنظر في الملفات، ولكن أنا أتكلم كتخيل، يعني أنت لابد أن تتخيل الموضوعات التي تناولناها معا في أثناء الدراسة. موضوع كذا وموضوع كذا وموضوع كذا، كأنك تقدم صورة، يعني كأنك تريد أن تقدم صورة تخيلية كرسم كذا، ما الموضوعات التي تناقشنا فيها كذا وكذا 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 كذا. أيضا هذا بالنسبة للملف الاقتصادي، هناك موضوعات كثيرة سنمر عليها الآن بالورقة والصفحة. الملف الاجتماعي، الملف الاجتماعي تكلمنا عن شكل المجتمع قبل النفط وبعد النفط، والتغيرات التي أصابت المجتمع والتي تعرض لها المجتمع وفق هذا التغير. تمام. تكلمنا عن عدة قضايا، من هذه القضايا قضية التنشئة الاجتماعية، هذه هو موضوع مهم. كل موضوع من الموضوعات اللي التي أنا أذكرها لكم، هذا موضوع درسناه ويوجد تسجيل على 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 اليوتيوب به، وهو لكم. تمام. وموجود عندكم الرابط. تمام. فعندنا التنشئة الاجتماعية، عندنا الزواج من الأجنبيات، مشاكل الزواج والمشاكل المرتبطة بها، الزواج من الأجنبيات وأسبابه والأضرار السلبية منه، هذا مهم جدا لا يخلو منه سؤال امتحان. يعني لست أنت تحتاج إلى أن أقول لك هذا السؤال وهذا غير سؤال، لا، هذه نقاط أساسية لابد أن يأتي، لا يمكن أبدا أن يخلو منها الامتحان. بل الآثار السلبية للزواج من الأجنبيات، هذا مهم. تمام. أيضا تعرضنا لعدة موضوعات، منها جنوح الأحداث، هذا لم يعني هذا قلنا قراءة ليس فيه سؤال. المخدرات ليس فيه سؤال. طب الخدم والمربيات، لا، هذا شرحناه أيضا، هذا شرحناه بالتفصيل وناقشناه بالتفصيل وفيه تسجيل خاص به، صح ولا لا؟ يعني تكلمنا فيه بمساحة واسعة جدا، أكثر مما نتخيل، ويعني وبه تسجيل، ولست أدري أن هل أنا نزل على المنظومة أم لا، موجود هو على المنظومة في المحاضرات. فإذا الخدم والمربيات هذا موضوع مهم،
لا يخلو منه امتحان. تمام. من الموضوعات أيضا التي ناقشناها مكانة المرأة في ظل قبل يعني مكانة المرأة عموما في الإسلام، ثم مكانة المرأة في قبل الاتحاد وفي ظل الاتحاد. أيضا من الموضوعات التي ختمنا بها وآخر نقطة تكلمنا فيها المرة السابقة كان هو الموضوعات في هذه النقطة، وهي مقولة الشيخ زايد رحمه الله يثمن بها فيها دور المرأة، وأن المرأة الإماراتية لها دور كبير. قبل الاتحاد كانت تهتم بخدمة بيتها ولا يقل دورها في المجتمع، لأنها تربي أجيال. يعني من التي علمتنا وكانت تخاف علينا؟ أمهاتنا. وفي العصر الحديث، في الحياة الحديثة العصرية الآن، صحيح أن دور المرأة نظرا لخروج المرأة إلى العمل وزيادة الأعباء المنوط على عاتقها، ربما هذه وجعلت المرأة يعني تتأخر وراء قليلا، وبالتالي دخل دور المربيات والخدم ليحاول أن يسد هذا العجز. ولكن عموما لا يمكن أبدا أن مهما كانت المربية ومهما كانت الخادمة إلا أن دورها لا يمكن أبدا أن يكون بديل عن الأم إطلاقا. هناك عامل مساعد وهناك عامل أساسي، فالأم لها دورها أساسي. لا يمكن أبدا أن تتخيل أن الخادمة تربي ابنك أو تربي بنتك أو تربي أختك. الأم هي الأساس. طيب، هذه هي النقاط الأساسية. تسألني هل يا أستاذ مكانة المرأة يمكن أن يأتي فيها سؤال؟ ممكن. أنت مسلم وأنت عربي وأنت مثقف. جميع الأسئلة التي تأتي في الامتحان سواء أنا أضعها أو غيري يضعها هي تستطيع أن تكتب فيها. لا تترك سؤالا بدون كتابة. يبقى المشكلة، أين المشكلة؟ المشكلة في أمرين: التفكير والتعبير عن التفكير. التفكير تنظم أفكارك، تمام؟ أنظم الفكرة، ثم كيف أعبر عن الفكرة؟ بكلمات بسيطة، بأسلوب. ليس بمعنى كلمات بسيطة تكتب لي ثلاث كلمات في الإجابة وخلاص، ما رأيك أو قل لي ما رأيك في كذا، تقول أوافق هذا الرأي وتقفل وتمشي. لا، أنا أعطيتك خمسة أسطر، اكتب. تعطيني كلمة صغيرة، تعطيني إجابة كذا، أكتب بجانبها إجابة سطحية وأعطيك نصف الدرجة. أنا أتكلم معك بصراحة، أتكلم معك بإيه؟ ها؟ بإيه؟ بصراحة. ماذا أفعل في التصحيح؟ كما أنا أتعب نفسي هنا وأعيد وأزيد وأحاول أن أصل إليك وأصل بك إلى مرحلة ما في 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 لماذا أنا أعيد وأزيد وأضرب أمثلة وأضرب قصص وحكايات حتى أكون عندك فكرة ناضجة كاملة. يعني لا لتكتب لي سطرا واحدا يا عبد الرحمن وتمشي، لا، أكتب. هذا جهدك وتعبك. أنت تذاكر وتحضر هنا وتذهب وتروي ومواصلات وتبخل على نفسك بالكتابة. أنا أعطيتك أسطر كثير، أكتب. لن نحسب عليك، يعني لن نحاسبك، يعني أعطيناك أربعة أسطر، أكتب، املأ الأربعة أسطر. أريد كلكم الآن، إما الذين يحضرون أمامي الآن أو يسمعونني، أكتب. وأنت تكتب بعد أن تنتهي من الكتابة اعطي نفسك مساحة زمنية خفيفة، راجع ما كتبت. ربما أنت تكتب خطأ، ربما أنت تكتب كلمات ونصفها مكتوب خطأ إملائي، وأنا لا يمكن أبدا أن عيني تقع على خطأ موجود وأغمض عيني عليه. وبما أنني وقفت على خطأ فلا بد ووضعت عليه علامة، إذن لا بد أن تنقص الدرجة. هذا الكلام ليس كلام الدكتور عاطف فقط، لا، أكيد 100% كلام الإخوة أيضا الزملاء.
دكتور محمد غالب والدكتور صالح شقيرات والدكتور صالح عبد الكريم وكل الأساتذة. استحالة أستاذ عينه تقع عينه على خطأ ويغمض عينه، ولا بد أن يعمل علامة عليها، وبما أنه عمل علامة لازم ينقص في الدرجة، صح ولا لا؟ وإلا يبقى السؤال هنا، لماذا هذه العلامات؟ إنها أخطاء، طب ولماذا لم تعاقب عليها؟ فلذلك أيها الإخوة الكرام، يا من تسمعونني وتشاهدونني وتروني بعيونكم، أرجوكم اسمعوني جيدا. هذا الكلام لا أقوله لعاطف فقط، دكتور عاطف فقط، أنا أقوله نيابة عن كل زملائي، نيابة عن كل زملائي، وكلكم تسمعونني جيدا، وهذا الكلام يسجل الآن. فكر ثم عبر، لا تعبر قبل أن تفكر، هناك مراحل، مرحلة. طيب، حتى لا نضيع الوقت، تعالوا نقوم بسياحة في الملفات، نعمل سياحة كده في الملفات التي عندنا، ونشوف نمشي مع من 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 ناخذ ملف ملف. عندنا الملف الاقتصادي والملف الاجتماعي، هذا ملفان من الكتاب، هذا بي دي اف. طيب، عندنا بعض الموضوعات متناثرة في ثلاث أو في ثلاثة ملفات باوربوينت، تمام؟ يعني إذا عندنا ثلاثة باوربوينت واثنين بي دي اف، تمام؟ نراجع ملف في ملف، والمهم فيه والإيه والذي يمكن أن نقول لك هذا قراءة، يكتفي أن تنظر بعينك وعليه كده لكي تربط الأفكار فقط، يعني الأكثر والأقل. يعني كيف يا أستاذ؟ أقول مثلا ما المشكلات المرتبطة بالتغير الاجتماعي؟ تقول الله في مخدرات وفي جنوح، هذا أفكار، لكن تركيزنا يكون على الفكرة الفلانية، تمام؟ فليس معنى ذلك، لا، يكون عندك تصور كالشجرة كده، أغصان وارفة، ونحن هذا مهم وهذا غير مهم، والغير مهم يعني عينك تمر عليه كده بعينك كده، لن نأتي فيه سؤال، لا، أقول لك هذا ليس فيه سؤال، في صدق ليس فيه سؤال، ولكن من باب أن تتربط الأحداث ببعضها البعض، صح ولا لا؟ طيب، نعمل مشاركة كده حتى يكون الجميع يدرك معنى مطلوب. سكرين. طيب، نأخذ المحاضرة الأخيرة الكتاب، وليكن هذا مثلا. احنا كنا نريد ان يكون كل الشاشة كاملة وخلاص. هنا الأخيرة كده، كل ما نقع عليه بالنظر، صح؟ طيب كويس، الشاشة كاملة أفضل. يعني نذهب إلى هنا، انظروا معنا إلى هذا الملف، تعالوا نذهب به. عندي ملف اسمه النهائي، هذا النهائي، تمام؟ ده ليس هذا هذا خطر. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فيصل، مرحبا. من؟ طيب، بالنسبة للذين لم يقدموا إلى الآن التقرير، لم يقدموا، لم يعرضوا، عندي نصر لم يعرض، ولست أدري، أنا سأراجع من أيضا الذي لم يعرض، يأخذ 5 من 10، أقولها بصراحة، الذي لم يعرض 5 من 10، والذي يعرض يتراوح من 5 إلى 9، لأنه تأخر، وهذا التأخر خصم درجة كاملة. هذا الكلام نهائي ولا يناقشني في أحد، لأن انتظرنا أكثر من اللازم، يبقى أن نذهب إليكم في البيوت حتى نسمع منكم، يعني هذا لا يليق أبدا يا شباب. طيب، نعود إلى موضوعنا. نذهب إلى الملف الإيه الأول، هذا اسمه، هذه الملفات سأضعها إليكم اليوم إن شاء الله، سأضعها على المنظومة، على التيمز إن شاء الله. طيب، هذه المعالم، أول هذا الملف الاقتصادي، انظر معي هنا، هذه أريد أن أؤكد نقطة حتى لا يغضب منا ويزعل منا معضد، أقولها من الآن، هذه الخطوط لي أنا شخصيا،
هذه لتؤم. أنا أستخدمها للشرح، وليس معنى ذلك أن هذه الخطوط لا تحاسب، أنت تحاسبني عليها، لا يحاسبني عليها أحد. هذه أنا أفعل هذه الخطوط للشرح، وأنا أشرح استحالة أقرأ كل كلمة، صح ولا لا؟ فأنا أضع هذه الخطوط إن شاء الله يعني لتسهل علي في الشرح، لكن أنت تقرأ كل هذا الكلام، يعني هذه الصفحة بتعطيك فكرة، تعطي فكرة عن حالة الاقتصاد قبل النفط وبعد النفط. هذا الكلام أهو، ولكن اقتصاد الدولة منذ بداية عصر النفط قد تغير إلى حدوث عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإلى كذا. شوف أنا أنظر، فعندما إذا أسألك سؤال قارن أو وازن أو فرق بين شكل الاقتصاد قبل النفط وشكل الاقتصاد بعد النفط، فأنت تكتب بفهمك، يعني أنت تقرأ وتكتب إيه بفهمك، إن الاقتصاد كان قبل النفط بالشكل الفلاني، يعني يعتمدون على المحاصيل والزراعة ورعي الأغنام وكان يقوم على المقايضة، وكان يقوم صح ولا لا إلى بعض السلع القليلة مثل استخراج اللؤلؤ وهذا كلام. أما بعد النفط فتغير الحال، وتبدأ أنت تسرد هذا الكلام وتنظم أفكارك وتعبر عنها بأسلوب سهل وبسيط. فعندك هذا الكلام كله تكلمنا فيه، تعال ادخل معي هنا. التنمية الاقتصادية، هل تستطيع أن تقدم لنا تعريف للتنمية الاقتصادية؟ عرف التنمية الاقتصادية، ما معنى التنمية الاقتصادية؟ موجود هذا التعريف في هذه الأسطر التي تحتها خط. طيب تعال عندي هنا، انظر هنا، هذه نقطة مهمة جدا. هل تتذكرون عندما قلنا أن النظام السياسي في دولة الإمارات يمتاز بالمرونة؟ تمام؟ إذن النظام السياسي يمتاز بالإيه؟ بالمرونة. هل هذه المرونة لها أثر في الناحية الاقتصادية؟ طبعا تكلمنا عن هذا، قلنا عندما توفي أو انتقل إلى رحمة الله الشيخ زايد، انتقلت الرئاسة إلى من؟ إلى الشيخ خليفة رحمه الله. ثم عندما توفي الشيخ خليفة انتقلت إلى من؟ إلى الشيخ محمد. تمام؟ هل شعر أحد؟ هل هناك مشكلة حدثت؟ هل شيء؟ هل هذا في مرونة ولا لا؟ في مرونة. هذه المرونة لها أثر في الاقتصاد ولا لا؟ لها أثر في استقرار الاقتصاد. لم تشعر الشركات، ولم يشعر أحد من المستثمرين ولا من شركات النفط ولا كذا كذا بهذا التغير. إذن المرونة السياسية، المرونة الموجودة في النظام السياسي لها أثر في الاقتصاد ولا لا؟ لها أثر. طيب والحكم المحلي الداخلي لكل إمارة، كل إمارة لها حاكم، وكل حاكم يدير شؤون الإمارة بطريقة فيها سلاسة وبساطة ولا لا؟ هذا الكلام، هذا ما يطلق عليه بالمرونة. هل يمكن أن يكون محط السؤال؟ ممكن. النظام السياسي في دولة الإمارات يمتاز بالمرونة، ما أثر ذلك في الناحية الاقتصادية؟ السؤال ممكن، كل شيء جائز. تمام؟ وأنا هو أنا قلت وأجبت على السؤال بنفسي. تمام؟ إذن في مرونة. طيب كل هذا الكلام، انتقال الدولة، كيف، ما هي الإجراءات التي قامت بها الدولة حتى تحدث تنمية اقتصادية؟ هل اعتمدت على النفط بشكل رئيسي فقط ولم تهتم بأي جانب من الجوانب الأخرى؟ لا، بل اهتمت بالزراعة، واهتمت بصيد الأسماك، واهتمت بالثروة السمكية والزراعية والحيوانية، وكله في يكون فيه موازي، فيه اتجاه موازي. لماذا؟ لأن النفط يمكن النفط أن يقل، أو أن الأسعار العالمية للنفط تنخفض حتى تستطيع الدولة تحافظ على الاستقرار الاقتصادي. تمام؟ اكتب ما في رأسك، كل ما ستقوله صح، لن أقول لك أنت تقول كلام خطأ، لكن ستكون المشكلة فين؟ في ترتيب الأفكار وفي التعبير عن الأفكار. وضح الكلام يا عمر؟ أيوة. وأنت يا عمر، كلام لك تحديدا، أنت وإخوة الذين ليسوا من أصول عربية، الألف واللام عندكم فيه مشكلة. يقول مثلا دولة الإمارات، يكتب دولة إمارات، فين الألف واللام؟ لا ركز شوية،
في بين المضاف والمضاف إليه. تمام؟ يعني عندما تقول مثلا إيه؟ داخل القاعة، يكتب داخل قاعة، لا يضع الألف واللام. فركز شوية في بين المضاف والمضاف إليه يا علي أو عثمان. علي، خاصة في هذه الجزئية. فبعد أن تنتهي من الامتحان خالص، أعطي نفسك 10 دقائق، راجع ما كتبت، حتى لا تلومني بعد ذلك. طيب. مظاهر التطور الاصطناعي، هذا تكلمنا عن هذا الكلام. تنمية، كل كلام تنمية اقتصادية، تنمية اقتصادية. أنت اقرأ وكون أفكار، وعندما يأتي سؤال بهذا الشكل اكتب ما تفهمه، وأنا أقول لك كل ما ستكتبه صح، صدقني لن تكتب فكرة خطأ، أنا أعرف، لأنه بالفهم. أنا أطلب منك أن تكتب بالفهم، لا يهم الحفظ، كل ما ستكتبه حقيقي وصحيح، لكن كما قلت نركز في التعبير عن الذي سنكتب. لأن أنا عندما أقرأ وأربط الكلام ببعضه. طيب. عليكم السلام. في طبعا أشياء هنا لم نضع تحتها خطوط، يعني لا توجد مشكلة، يعني ما ركز معي في الجانب الذي عنده هدف التنمية والمؤشرات، وهذا كله أيضا. طيب، هناك طالبة من الطالبات أخواتكم سألنني، هل هذه الأرقام 5% 70% 20% هذا الكلام نحتاجه يا أستاذ؟ لا، لن أطلب منك إحصائيات، هو من باب التوضيح، جزئية صغيرة وسنتكلم عنها الآن، وستكون من باب الاختيار يعني. لكن 5% 20% 30% وتتعب ذهنك، لا، أنا يهمني الفكرة العامة للموضوع. شيخ، هل هذه التعريف في الاختيار؟ نعم، هذه التعريف في عام كذا وعام كذا، في عام كذا وسنة 72 وسنة 77، لا 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 لا، لن أطلب منك هذه التواريخ. ما عندنا تواريخ هنا إلا تاريخ واحد فقط سنتكلم عنه، تاريخ واحد فقط، إذا جاء ما جاء خش خلاص. تمام؟ لكن كل هذه التواريخ الذي يهمني هو لب القضية، لب الموضوع، فكرة الموضوع. فهذه الإحصائيات لا تهمنا أبدا إلا إحصائية أو أشياء بسيطة جدا. ركزوا معي شوي. الصناعة وما صناعة، الدولة تمتلك قوة صناعية واقتصادية تستطيع مواجهة جميع العقبات، كل هذا أيضا يدخل في الكلام عن التنمية الصناعية، التنمية الاقتصادية. طيب، انظر هنا عندي، من هذا المنطلق أولت دولة الإمارات العربية المتحدة لقطاع الصناعة أهمية كبيرة، إيمانا منها بدور هذا القطاع الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية. إذن فمنذ البداية فعملت على تشجيع القطاع، هذا القطاع، بإنشاء المنشآت الصناعية. هذه إجراءات قامت بها الدولة. يعني ما الإجراءات التي قامت بها الدولة للتنمية الاقتصادية، للتنمية الصناعية؟ فهذه بعض الإجراءات. إذا كان في سؤال يطلب الإجراءات، ماذا قامت الدولة أو ماذا فعلت الدولة من باب التنمية الاقتصادية أو التنمية الصناعية، تقول والله الدولة اهتمت بتحقيق التنمية الاقتصادية وعملت على تشجيع المنشآت الصناعية الحديثة، وقدمت حوافز وتسهيلات وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لقطاع الصناعة. كل هذا الكلام أيضا، كل هذا الكلام كما أنت ترى كله مرتبط بالتنمية الاقتصادية، التنمية الاقتصادية، هذا يدخل التنمية الاقتصادية. ربما يكون في سؤال في التنمية الاقتصادية، يبقى أنت تجمع الأفكار. هنا في الاستثمار ركز معي في هذه الجزئية تحديدا، يعني هذه الجزئية تحديدا. قلنا أن السياسة الاستثمارية
سياسه استثماريه طموحه. لماذا هي طموحه؟ لانها وجهت الموارد الماليه المتاحه نحو بناء طاقات انتاجيه متنوعه ومتطوره، واقامت بنيه اساسيه غطت جميع القطاعات المختلفه وشملت دوله الامارات ككل. ما معنى سياسه استثماريه طموحه؟ يعني هي اهتمت بجميع الجوانب وبجميع الامارات. يعني لم تهتم الدوله بجانب التعليم فقط وتركت الجانب الخارجي، لم تهتم بجانب الزراعه فقط وتركت الصناعه، لا، اهتمت بجميع الايه؟ القطاعات. طيب، هذه التنميه وهذه القطاعات الاستثماريه في 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 اماره واحده فقط ولا في جميع الامارات؟ في جميع الامارات. ولا ننسى أن كل إمارة لها ظروفها التي تختلف عن الأخرى، صح ولا لا؟ سواء كان من حيث الحجم أو عدد السكان أو الموارد التي تخرج منها، صح ولا لا؟ يعني هل أنت تقارن بين عجمان وبين أبو ظبي أو بين الشارقة وبين أبو ظبي؟ لا، كل مكان له خصوصية، صح ولا لا؟ وبناء عليه تجد اللي بناء على خصوصية و والموارد التي ستخرج من هذه الولاية أو الإمارة وعدد السكان الموجودين تجد الأمور مختلفة. فبناء عليه هنا السياسة الطموحة يعني إيه مرة أخرى؟ السياسة الطموحة يعني تقوم على شيئين: الاهتمام بجميع القطاعات من تعليم وصحة وزراعة وصناعة وكل، وبجميع الإمارات. هذا هو الهدف من السياسة الاستثمارية الطموحة. هذا يأخذنا إلى مصطلح، وهو هذا المصطلح اسمه إيه؟ ها؟ اسمه الكثافة الاستثمارية. ركز معايا في هذا المصطلح. هذا مصطلح مهم. الكثافة، كثافة، الكثافة، الكثافة الاستثمارية. توجد هنا بعض الإحصائيات و 14% و 15% و 80%، لا، هذه إحصائيات متغيرة من فترة إلى فترة. فأنا عندما أطالب كم في المية ولا كم في المية لا يهمني الجانب الإحصائي، لكن يهمني المصطلح، ما معنى الكثافة الاستثمارية. تمام؟ وضحت الفكرة؟ طيب، ننتقل إلى غيرها. نعم، لا، لأن هذه إحصائيات مرتبطة بسنة 98 و72، هذا لا يهمني. الذي يهمني هو تعريف المصطلح، وعندما تعرف الكثافة الاستثمارية تكلم أيضا عن السياسة الطموحة أنها تشمل جميع القطاعات في جميع الإمارات. كلام بسيط يعني، معروف يعني. هذا كلام طبعا يعني ايه، تركز كده يعني، دردش مع نفسك. ناتي الى هنا، انتاج النفط. انتاج النفط كم في المية الامارات الاحتياط العالمي يساوي كم في المية على مستوى العالم؟ 10%، 50%، 17%، 3%، 9.5%. طبعا كما نرى 9.5%، تمام، على مستوى الايه، يعني الاحتياطي من النفط العالمي دولة الإمارات تمثل 9.5%، لا هو 17 ولا 20 ولا 15، صح ولا لا؟ يبقى إذن هذه الإحصائية نحتاجها. إذا جاء سؤال يطلب منا الاحتياطي، معروف الاحتياطي كام؟ 9.5 كام في المية، تمام؟ ده في النفط. طب وفي الغاز الطبيعي المرتبة الكام؟ الرابعة، الخامسة، الستة؟ لا، الرابعة كما رأينا قبل ذلك، أهو المرتبة الثانية، لا، والرابعة عالمياً من حيث احتياطها أو احتياطاتها في الغاز الطبيعي. يعني هي 9.5% في النفط، والمرتبة الرابعة في الغاز الإيه؟ الغاز الطبيعي، تمام؟ هذه الإحصائيات الوحيدة فقط التي يمكن أن نسأل فيها، أي إحصائيات أخرى لن نطالب فيها شيء. إذا كان في سؤال في الإحصائيات ربما يكون هنا، ربما إذا كان في سؤال في الاحتياط في الإحصائيات، لكن غير ذلك أنا أعفيك من كل الإحصائيات
حتى تقول استاذ والله اذا احنا نحفظ كيف 14% و15% وسنه 98 سنه 78 لا 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 الكلام ده نعفيك منه. واضح؟ واذا وجدت شيء مثل هذا الكلام اتركه. طيب هنا انظر معي، انتهجت دولة الإمارات تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي والتي تعتمد على نظام السوق، وتميزت تلك السياسة بحرية التجارة وانتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات وتشجيع الاستثمارات والسعي الدائم لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وغير الاقتصادية. هذا اسمه انفتاح إيه؟ انفتاح، ها؟ انفتاح يا شباب؟ اقتصادي. يعني عرف مع مثلا إذا كان سؤال عرف سياسة الانفتاح الاقتصادي، وضربنا مثال عندما كنا نشرح، أنا قلت لكم إذا دخلتم جوا المدينة شوية تجدوا في سيارات، في معرض لسيارات هوندا، في معرض لسيارات نيسان، في معرض لسيارات تويوتا، صح ولا لا؟ لا تجد الموضوع حكرا على السوق كله على منتج واحد، لا، ده السوق كله فيه تنوع. في ايه؟ تنوع، اختار اللي تعيد. ده اسمه انفتاح اقتصادي. فالدولة انتهجت، يعرف الانفتاح الاقتصادي، والله الدولة انتهجت وفتحت السوق لجميع المنتجات وجميع الاستثمارات وجميع القطاعات، اقتصادي واجتماعي وتعليمي و و. ده اسمه انفتاح ايه؟ اقتصادي. السؤال برضو هذا ربما يكون سؤال مهم، ربما او ربما لا، انا لا اقول لك هذا او غير. اما الكلام عن التجارة الخارجية هذا احنا قلنا لكم هذا قراءة، تمام، والاستثمارات الثابتة قلنا لكم قراءة، لأن طبعا الملف الاقتصادي كبير، تمام، الاستهلاك النهائي وهذا الكلام كله قراءة، قراءة المالية العامة وكل هذا الكلام. جئنا إلى النمو الاقتصادي وهذا قطاع الكهرباء، هذا الكلام طبعا كله قراءة، يعني ليس فيه شيء يعني. يعني آخر كلام عندنا عن الانفتاح الاقتصادي في هذا الملف، في هذا الملف الانفتاح الاقتصادي، تمام يا شباب؟ خلاص. إذن هذا الملف أهو آخر كلام فيه، وكما قلنا ووضحنا فيه الموضوعات. ندخل على الملف الاجتماعي حتى لا يكون الوقت يعني يهاجمنا. خلاص. اوكي، تمام. طيب هذا الملف الاقتصادي خلصنا عليه، نيجي للملف الاجتماعي. الملف الاجتماعي كما راينا في التغير تكلمنا عن هنا كنا في الصفحه الاولى من هذا المكان، قلنا ان بمجرد بدخول الاسلام هذه المنطقه حدثت تغيرات اجتماعيه، وحدثت تغيرات اجتماعية وتلاشت معها مفاهيم الجاهلية. وهالسؤال هنا، هل ما زالت هناك قيم جاهلية موجودة في المجتمع ولا تلاشت؟ يعني هل توجد بعض القيم الجاهلية عند الناس ولا انتهت؟ انتهت. هل أنت تجد بعض الناس يفعلون ما كان يفعل الجاهليين سابقا؟ لا، بالعموم يعني في تصرفات فردية، خد بالك، وفيه زي ما كما يقولون ايه اتجاه عام. هل في اتجاه عام ولا في اخطاء فردية؟ اخطاء فردية. فالاخطاء الفردية كالسحر والكلام وكذا، ده كله اخطاء فردية، ويعني ايه اخطاء فردية لا ترقى ان يكون اتجاه في المجتمع، خد بالك، يعني ليس امر اساسي، لكن لا مانع ان يكون في بعض الناس عندهم اخطاء بالفهم واخطاء بالاعتقاد والحاد، وممكن ربما انت تتعامل مع بشر، صح ولا لا؟ ايوه. لكن الاخطاء، لا، الامور الجاهليه يعني انتهت، تلاشت، انمسحت من المجتمع. وفي تغير مرتبط بنظام الاسره، وتغير مرتبط بالتعليم، تغير مرتبط بالقضاء، تغير كل هذه الامور. طيب هذا الكلام طبعا الذي عنده عليه الخط ده، هذا كله تقرأ لتكون الفكرة، تقرأ لتكون الفكرة. طيب
من الأشياء التي تحدثنا عنها في الأنماط السلوكية والموجودة في المجتمع سابقا، إن كانت السلطة أبوية، في السلطة داخل الأسرة للجد ثم الأب، الزوجة لها مكانة، يغلب عليها على المجتمع طابع الأمية، وسائل الترفيه ضعيفة جدا تقليدية. كل هذا الكلام عندما تقارن بين الشكل قبل النفط وبعد النفط، يعني تقول قبل النفط كان وسائل الترفيه غير موجودة، كان الأب هو صاحب الكلمة والجد، الأم لها دور كبير في الأسرة وليس هناك يعني معاون لها، تمام؟ يعني هذا الشكل القديم. الشكل الحديث هو المتغيرات التي دخلت. المتغيرات التي دخلت مع بداية إنتاج النفط، بدأنا نجد فيه اهتمام بالطرق وبناء مساجد، بناء مستشفيات، بناء مساكن، بناء كذا كمواني كذا كذا، افتتاح قنوات تلفزيونية، بدأ في تغير. حتى النشاط الاقتصادي في مجالات مختلفة في العمل، في ظهور سلع جديدة كماليات، كان الناس يهتمون بالأساسيات لا يهتمون بالكماليات، تمام؟ من أبرز التغيرات، ركز معي هنا، انظر معي هنا، افتتاح مترو دبي وافتتاح برج خليفة. متى تم الافتتاح؟ 3/9/1999، تمام؟ 9/9 يعني في 9 سبتمبر لعام 1999. هذا التاريخ الوحيد اللي يمكن إذا سألنا لا يكون في هذا التاريخ، هذا التاريخ الوحيد اللي يمكن نطلب منه شيء. 9/9/99، نعم؟ آسف 2009، معلش نظارة، معلش 1999 لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب في حاجة، المهم يبقى والله إذا وجدتوها في الامتحان هتلاقوها 9/9/99. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب عموما يعني التاريخ الوحيد اللي إذا اللي هتلاقوه في الامتحان يعني، تمام؟ فمنين عندما تجدون 3/9 هو المطلوب، تمام؟ سبحان الله. افتتاح مترو دبي كان في 9/9، وافتتاح برج خليفة أيضا في 9 في نفس اليوم، يعني هو تم افتتاح الاثنين في يوم واحد، تمام؟ طيب برج خليفة يعتبر ملمح من ملامح التغير في الجانب السياحي، تمام؟ إذا طلب منك سؤال تعطينا فكرة عن برج خليفة، متى تم افتتاحه، وهل في إضافة من هذا البرج خليفة، هل هناك إضافة سياحية له أم لا؟ هذا الكلام موجود عندنا في هذه الأسطر القليلة، وإذا كان عندك بعض المعلومات أنت وتريد أن تضيفها ضيفها، تمام؟ وتصورك أنت، هل أنت تصورك الدولة أنفقت على هذا البرج مليار دولار بسعر اليوم، هل أنت يعني بتخيلك أنت هذا الإنفاق الضخم الكبير جدا، هل له عائد يعيد هذا المبلغ إلى خزينة الدولة أم لا؟ فكر أنت، اذهب للمكان وشوف كيف يتم استغلال المكان بشكل جيد أم لا. أنت لا تنظر لنظرة اليوم، انظر لخمسين سنة، عشرين سنة، ثلاثين سنة، عشر سنوات في الأمام، تمام؟ لا تنظر بنظرتك أنت، انظر إلى القضية من جميع الجوانب كده. أنا شخصيا أقول لك هو من الناحية الاقتصادية يأتي بالمبلغ، يأتي بالإيه؟ بالمبلغ من الناحية الاقتصادية كمبنى، وفي ومن الناحية المعمارية، طيب، ومن الناحية أيضا الـ 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 الإعلانية والإعلامية عن الدولة، الإعلام والإعلان عن الدولة الآن يعتبر هو ملمح من ملامح السياحة الموجودة في دولة الإمارات. أنا لي صديق في ألمانيا، عنده لم يأتي إلى دبي هنا، واشترى بعض الأشياء، وثم أنا فوجئت بأنه يريني بعض الصور وبعض الأشياء، ومنها كل
شيء مشتريه لدبي فيه فيه. اذا هو جانب يعني انت ناهيك عن انك اذا اخذت شقه فيه بكم مليون وكم كم كم كم، هذا موضوع تاني. فهو من الناحيه لا تنظر لبعض المشاريع، لا تنظر اليها بعين اليوم، انظر اليها بعين اليوم والغد، تمام. وانظر الى المحلات الاشياء الجانب العمراني اللي هو كبزنس، انت صرفت فلوس وتريد ان ترجع اليه فلوس مره اخرى، صح ولا لا؟ تمام. فتتكلم في النقود، انا اقول لك انا زرت المكان 4 مرات او 3 مرات، اقول لك من ناحيه النقود يجيب المبلغ تاني. لكن الكلام هذا ايه لما ترمي انت نظره لمده 10 سنين في الامام، 20 سنه في الامام، يعني ليس مشروعا مدفونا في الارض لكن واضح وظاهر. طيب، من الاشياء التي تكلمنا عنها ايضا قضيه التنشئه الاجتماعيه، تكلمنا عن هذا الكلام كله، نسبة الطلاق والزواج والطلاق والكلام ده، بارتفاع في نسبة الطلاق كثيرة جدا. عندما إذا طلبنا منك أن تتكلم عن الزواج والطلاق وارتفاع نسبة الطلاق، لا مانع أن تستعين بهذه الإحصائيات، لا مانع أن تستعين بها إذا أردت أن تستعينها. لكن لو ما كتبت لن أخصم درجة. واضحة الصورة؟ يعني أنت كتبت مرحبا، لم تكتب الإحصائية أيضا لا توجد مشكلة، لأن هذه إحصائيات قديمة شوي، تمام. أما إذا كتبت إحصائيات تمام يا مرحبا، لم تكتب برضو ما فيش مشكلة. المهم أن تعطينا فكرة عن لماذا تقول والله ارتفاع نسبة الطلاق للأسباب 1 2 3 4، الأسباب الموجودة. نعم يا شيخ. غلط الإحصائيات. نعم. لو كتبت غلط الإحصائيات، وما تكتبش الشيء إلا المتأكد منه، كالآية القرآنية. لما تكتب الآية القرآنية أما تكتبها صح، يا ما تكتبهاش من أساسه، أو تكتب وتعمل نقط كده لبقية الآية حتى لا تلخبط الدنيا. اكتب الجزء اللي أنت فاكره تماما ومتأكد منه، صح. ولا تكلف نفسك فوق طاقتي. أنا أقول لك يعني كتب ما كتبتش خلاص. هنا مشكلات الزواج، ليس معنى ان لا يوجد خطوط هنا يعني هذا الكلام الاستاذ لم يخطط، لا اخطط لك، لكن هذا كلام شرحناه، هذا كده ندخله في المهم كده. هذا كلام كله اهو، الزواج من الاجنبيات واثاره السلبيه، هذا مهم، ربما يكون في سؤال، 1000000% في سؤال، لان هذا نقطه مهمه تكلمنا فيها، صح ولا لا؟ الأسرة ومشكلة التنشئة الاجتماعية، هذا كلام مهم شرحناه، ليس معنى كأنه مهم يعني يقول يعني أنا الأستاذ يقول هذا مهم 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 قال لنا 50 60 سؤال، ما هو أنا مهم شيء شرحناه، صح ولا لا؟ إن لم يكن مهما لماذا شرحناه يعني وأخذ منا مساحة ومن زمن. عموما يعني هذه أسبابها، انظر الزواج والطلاق والأسر وهذا الكلام وأنواع الأسر والكلام، هذا قلنا أنواع الأسر 3، أسرة مرهقة وأسرة مفرغة وأسرة مرفهة، 3 أنواع من الأسر مش 10. وهذا طبعا وتداعيات الطلاق والآثار السلبية للطلاق على الأسرة والأفراد والأولاد كلام كله بسيط. أنا لو جئت بشخص لم يدرس معنا إطلاقا من سامحوني يعني من زوار المسجد وأقول له تعالى يا شيخ ما الآثار السلبية للطلاق، واحد طلق زوجته ماذا تتوقع أنت؟ قل أتوقع كذا وكذا وكذا وكذا، لم يدرس معنا كلمة، صح ولا لا؟ لأن هذه مشاكلنا كلنا نعرفها، فلا تقيد نفسك تقول والله أنا هذا السؤال أنا لم أعرفه لأنني لم أذكره ولا الأستاذ، لا لا لا، اكتب بعقلك أنت. أيضا من آثار الطلاق و. طيب عندنا التعاطي المخدرات، لا هذه لا، جنوح الأحداث لا،
التغيرات الموجودة بالرفاهية والسلوك والرفاهية والكلام، هذا الكلام كله لا، امشي امشي معنا حتى نصل إلى الخدم والمربيات. الخدم والمربيات هذا موضوع مهم وتكلمنا فيه باستفاضة كبيرة جدا، تكلمنا عن أسبابه وسلبياته وهكذا. انظر معي لهذه النقطة الأخيرة في التوصيات، ماذا نوصي، ماذا نوصي بالنسبة لموضوع الخدم والمربيات؟ أولا إعادة تنظيم عمل المكاتب، ثانيا إعادة النظر في إجازة المرأة العاملة الأمومة، ثالثا الاهتمام أو اهتمام المؤسسات الإعلامية بنشر الوعي، وأيضا الدولة لابد أن تنشئ مؤسسات رعاية اجتماعية تكون بديل للخدم. يعني أنا عندي بنت أو طفل مثلا، بدلا من أن آتي بخادمة له، لا أنا أخذ البنت وضعها في المؤسسة أو دور الرعاية حتى أعود من العمل أخذ البنت زي الحضانة كده، يعني يكون بديل عن الخادمة. مقترحات، توصيات ومقترحات. بذلك نكون انتهينا من موضوع الملف الاجتماعي. الملف الاجتماعي كده قفلناه خلاص. نعم. العنوسة لا لا لا، وإحنا شرحنا شيء في العنوسة. طيب هذه موضوعات كثيرة، ليس شرطا أن نتكلم عن كل جزئية وكل المشاكل، ما هو الوقت ضيق عندنا. نأتي إلى عندنا بالنسبة عندنا كم ملف، ملف باوربوينت يبقى كثير على الصلاة. ها؟ طيب أنا تكلمنا قبل ذلك عن الملفات، هذا ملف في ملف يهمنا فيه دور الشيخ زايد رحمه الله، والملف الذي فيه دور المرأة في ظل في 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 ظل الاتحاد، هذا الموضوع. والملف الثالث المهم فيه الموضوع الذي تكلمنا فيه اللي هو الإنسان المستقبل، ما الخصائص والصفات التي لابد أن تتوافر في الإنسان المستقبل. قلنا هذا الكلام وشرحناه في موضوعه، يعني كل ملف من الملفات فيه نقطة واحدة فقط وهي المهمة. ملف منهم يتكلم عن مكانة المرأة واهتمام الشيخ زايد رحمه الله بإبراز دور المرأة، هذا تكلمنا فيه حسب المقولة التي قالها في النهاية، هذا ملف كامل فيه الكلام عن المحاضرة السابقة الأخيرة التي كنا نتكلم فيها، هذا انتهينا منه، هذا ملف. والملف الأول خالص كان يتكلم عن الدور التاريخي للشيخ زايد. هل أنت الآن أنت إذا سألتك سؤال كيف تقيم لي الدور التاريخي الذي قام به الشيخ زايد في إنشاء الدولة، تستطيع أن تكتب أفكار ولا لا؟ يبقى عندنا ملف يتكلم عن دور الشيخ زايد، ملف يتكلم عن دور المرأة ومكانة المرأة، وملف يتكلم عن إنسان المستقبل اللي هي المحاضرة التي كنا نتكلم فيها عن الخطة المستقبلية لدولة الإمارات. في شريحة واحدة أو شريحتين، المهم اللي هو الخصائص والصفات التي نطلبها في إنسان المستقبل. بذلك نكون قد انتهينا من المراجعة الكاملة للموضوعات التي درسناها. في النهاية وفي يعني كما نعلم لكل عمل بداية وله إيه؟ نهاية. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل كلمة تكلمنا بها وكل انفعال فعلنا به لوجهه الكريم، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل. وسامحوني أيها الإخوة الكارم الأفاضل، لكم في قلبي محبة ولكم في قلبي مكان، يعلم الله مدى احترامي لكم ومدى تقديري لكم. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ذنبي وتقصيري في عملي، ويعني وأن تغفروا وتسامحوا إن صدر أو بدر مني شيء يغضب أحدا منكم. يعني شكرا جزيلا وأشكركم، ونلتقي إن شاء الله في موضع آخر وفي مساق آخر إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. هذا